سلطة الحمضيات. يقشر البرتقال الأحمر ويقطع، ثم يوضع في وعاء. يقشر الليمون الهندي الأحمر ويقطع، ثم يوضع في الوعاء. يقشر البرتقال الأصفر ويقطع ويضاف إلى الوعاء. تقشر حبة البومني وتقطع ثم توضع في الوعاء. تضاف 12 حبة عنب أحمر مقطعة إلى نصفين. تقشر حبة جوز الهند بواسطة مقشرة وتضاف الشرائح إلى باقي المكونات. يضاف كوب عصير قصب السكر ويقلب وتقدم.